قصة الراعي الكذاب. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شاب صغير يرعى الأغنام لأهل القرية في مروجها الخضراء، وكان يقضي يومه في حراسة القطيع من الذئاب ويراقبها باستمرار، والأغنام تأكل وتشرب من ماء الجدول العذب وتنتقل في المروج المعشبة وهو يراقب ويراقب، ولكنه أصبح يشعر بالملل والضجر فلم يجد ما يسليه. وفي يوم من الأيام خطرت في باله فكرة، وقال في نفسه: سأصعد أعلى التلة وسأصرخ بصوت عال: يا أهل القرية أنجدوني، فقد هجم الذئب على القطيع. وفعلا صعد أعلى التلة وبدأ بالصياح، فلما سمع أهل القرية صوته هبوا لنجدته ولحماية أغنامهم، ولكن عندما وصلوا ادعى أن الذئب هرب لما رأى أهل القرية سينقضون عليه. وفعلا انطلت الحيلة على أهل القرية، وعندما غادروا صار يضحك ويضحك، وظن أنه بهذه الفعلة يسلي نفسه. وفي اليوم التالي كرر فعلته واحتال على أهل قريته الطيبين، ثم ادعى كذبا أن الذئب هرب لما رآهم قادمين نحوه، ولكنهم ارتابوا من قوله وشكوا بصدقه، فخشي منهم لما رآهم غاضبين، فاعترف لهم بأنه يمزح، فازدادوا غضبا ووبخوه لفعلته، وحذروه أن يكرر ما فعل، فوعدهم ألا يكرر فعلته مرة أخرى. ومرت الأيام والراعي الشاب يراقب قطيع الأغنام، وإذا بكلبه ينبح بصوت عال. صعد التلة وإذا بذئب ضخم يقترب نحو القطيع، ففزع الراعي وبدأ يصرخ: النجدة، أنقذوا أغنامكم، أرجوكم أسرعوا. سمع أهل القرية نداءه ولكنهم لم يستجيبوا له، فقد ظنوا أنه يكذب كما في المرات السابقة، فصار يبكي ويصرخ، ولكن أحدا لم يأبه لصراخه، فصعد شجرة كي ينجو بنفسه، ولكن الذئب بدأ يهجم على الأغنام وهو يراقب من الأعلى ويصيح: يا ويلتي. ففزعت الأغنام وبدأت بالهروب وتشتت القطيع، وبعد أن شبع الذئب غادر المكان، ولكن الراعي لم ينزل عن الشجرة خوفا من أهل القرية. وبدأت الشمس بالغروب، فقلق أهل القرية على أغنامهم، فقد تأخر القطيع عن العودة، فذهبوا ليطمئنوا على قطيعهم، فرأوا ما رأوا، فعلموا أن هذه المرة كان الراعي على حق، ولكن بعد فوات الأوان، فالكذاب لن يصدقه الناس حتى لو حدثهم بصدق. علم الراعي سوء فعلته فأقر بخطئه الذي كاد يودي بحياته، فخداع الناس بالمزاح أو الكذب خلق مذموم ونهايته وخيمة. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. Layla and the Wolf. Once upon a time, there was a girl called Layla, and this is what happened to her one day. Her mother said to her, "Take this food basket to your grandma, but be careful and never speak with anyone on the way." Layla said, "Okay, Mom. Don't worry." While she was walking through the wood, she saw a wolf. He said,
How are you, cutie? Would you like to play with me? No, thanks. I'm in a hurry. I want to go to my grandma's cottage and give her this food basket, she replied. Why don't you pick some flowers for your grannies? Said the wolf. Layla liked the idea. Meanwhile, the wolf went hurriedly to the grandmother's cottage. While she was making her bed, she saw him through the window. She was so scared and hid in the closet. He got into the cottage and saw the bed empty. He slept in it thinking that she was out. Finally, Layla got to the cottage and saw the door open. She was carrying the food basket in one hand and some flowers in the other. How are you, Granny? Said Layla. What happened to you? Why have your ears grown so long? And your mouth so big? Why have your teeth become very sharp and scary? I'm ill, Layla, said the wolf. And this is why my voice has changed. And this is why I look different. Layla didn't believe what she had heard. He said, My ears have become large so that I can hear you well. My mouth has become big and my teeth sharp to eat you. I'm the wolf. He was just about to eat her when she screamed, Help me! Help me! A woodcutter heard her scream and hurried to help her. He hit the wolf with his axe and the wolf ran away. And so the woodcutter saved Layla and her grandmother. End of story. Goodbye. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان طفلة تدعى ليلى ذات الوشاح الأحمر وفي يوم من الأيام حدثت معها هذه القصة قالت الأم خذي يا ليلى سلة الطعام هذه إلى جدتك وحذاري أن تكلمي أحدا في الطريق قالت ليلى حاضر يا أمي وفي أثناء سيرها رأت ذئبا قال لها كيف حالك يا ذات الوشاح الأحمر؟ أتلعبين معي يا حلوة؟ قالت ليلى لا عذرا فأنا مستعجلة وأريد أن أذهب إلى بيت جدتي لأعطيها سلة الطعام هذه قال الذئب إذا ما رأيك أن تجمعي لجدتك بعد الظهر؟ واستغل الوقت بذلك لكي يسبقها إلى بيت جدتها وبينما كانت الجدة ترتب سريرها رأته من النافذة فأصيبت بالذعر واختبأت في الخزانة دخل البيت فوجد سرير الجدة فارغا فنام مكانها وظن أنها في الخارج وأخيرا وصلت ليلى المنزل فوجدت الباب مفتوحا وكانت تحمل سلة الطعام بيد وبالأخرى الزهور قالت ليلى كيف حالك يا جدتي ولكن ماذا حل بك ولما طالت أذناك هكذا وفمك أصبح كبيرا إلى هذا الحد ولما أصبحت أسنانك حادة مخيفة قال الذئب إني مريضة يا ليلى ولذلك تغير صوتي وشكلي لم تقتنع مما سمعت فقال الذئب لها أذناي أصبحتا كبيرتين لكي أسمعك جيدا وفمي كبير وأسناني حادة لكي آكلك فأنا الذئب وهم الذئب أن يأكلها وصرخت ليلى أنقذوني أنقذوني فسمع الحطاب صوت صراخها وضرب الذئب فهرب وهكذا أنقذ الحطاب ليلى وجدتها
فشكرته على شجاعته وحسن تدبيره. وهكذا انتهت القصة. إلى اللقاء.